الأرقى في عالم الخياطة، توفر التطريز والخياطة. ما وفرنا فقط ماكينة ولكن مكوه، خيوط، عدة كاملة بالمقاس، بكل شيء، بالمسطرة أيضا، نعطيهم فترة للاستعداد عشان تجهيز هذا المشروع. هذا المشروع ما ينجح إلا بفعل أهل الخير، هذول إخواننا، أهلنا، لهم حق علينا في التبرع، في دعمهم. هو ليس تبرع هم ضعفاء، لا، هم تبرع قوة ومساندة لهم وفتح باب لهم للرزق إن شاء الله. الله يكتب أجرنا وأجركم، لا تنسون هذه المشاريع الجميلة الرائعة، إن شاء الله راح تنجح نجاح كبير بفضل تبرعات. المؤسسة اللي قدمت يعني قطر الخيرية، قطر الخيرية، الهدف من الهدف من المشروع يعني الأهداف، الأهداف دعم الأسر كاملة، هو تكوين يعني تكوين المجتمع كامل، لدعم الأسر، دعم الطلبة، دعم إخواننا، دعم كل شيء. أنا أعطيك سمكة أطعمك سمكة وأعلمك كيف تصيد سمكة وتستفيد منها مدى الحياة، صح؟ صدق الجارية أفضل أم صدق مرة واحدة؟ قدمنا اسمك في أخوك إعلامي مشعل شاكر، عضو في الجمعيات، عضو في الجمعيات، أنا إعلامي في قنوات الكأس الرياضي، ولكن سفير إن شاء الله لفعل خير أنا معك في هذه الهيئة الجميلة، هيئة قطر الخيرية. شرفي، شرف لي. سواء عند الرادة سواء عند يعني إيش أي من إيش متوقع إنه شكرا. شنو قيمته لكم بالنسبة بالزبط الحوايج؟ حيت احنا اصلا ما كنجبروش ما نصرفو، احنا وليداتنا قسما بالله حالة ضعيفة بزاف، احنا فقراء ما عدناش، والحالة ضعيفة يعني بزاف، ما تصورش الواحد درجة يعني مرة مكرفسين، انتهت الحالة الضعيفة. الله يجازيكم بالخير، على الله يكبر بكم، الله يجازيكم، يعني ندخلوا بها المصروف اليومي ديالنا. شكرا، الله يجازيكم، الله يكبر بكم، الله يجازيكم ويزيد. خرجني وفاء أمين عام جمعية عزية الدوسي والمكلف بتنظيم السباق الجري، اللجنة التنظيمية، أنا كنت مكلف بالسباقات. السي عبد الخالق طرح قبيل واحد السؤال للسيد أحمد الصوفة، السي عبد القادر طرح واحد السؤال على السيد أحمد الصوفة رئيس جمعية عزية التضامن الدوسي، واش كانت عدالة مجالية بين الدواوير هنا؟ بطبيعة الحال حنا يعني واش كل بادية خديتو منها مشارك، شنو هي يعني المعيار اللي خديتو باش تعززو هاد المشاركين؟ تحياتي. إذا في هاد السباق هادي كانت واحد العدالة مجالية كبيرة، بحيث أن رغم أن دوار 12 يتواجد في ريصانة الجنوبية، إلا أن التغطية كانت في ريصانة الجنوبية وريصانة الشمالية. كيف تم الاختيار ديالو؟ أننا كان التسجيل مفتوح، التسجيل مفتوح أمام الجميع، درنا واحد الإعلان على أنه أقل من 15 سنة جميع الأطفال لهم الفرصة المشاركة في السباق في العرس الرياضي. بدينا درنا ثلاثة الفئات الرياضية أقل من 10 سنوات، واللي شفتوا السباق ديال اللي انتهى مسافة 800 متر، مسافة 200 متر، مسافة السباق حددنا، رغم أننا في الإعلان كنا دايرين سباق 800 متر، ولكن الأطفال صغار ما يقدروش يجريوا 800 متر، أطفال صغار درنا له 200 متر، والأطفال الأقل من فئة عاوتاني 400 متر، دابا عاد نديروا الفئة ديال 800 متر. نعم، وبالنسبة للتقنية اللي شفتوها يعني باش تساعد يعني باش يجرى السباق في ظروف مناسبة، يعني حيت أطفال داك الشيء تشكاو من الرملة، قالوا كاين بعض البلايص اللي فيهم الرملة، ولا أنهم ضروري خصهم يتكيفوا مع الظروف ديال السباق. احنا الاطفال اللي كيجريو نفس السباق هما اطفال البوادي، راه مولفين بالرمال، زائد واد الامكانيات اللي عندنا الملعب ما يعني ما عندناش الامكانيات لاننا نديروا لهم ملعب مطاطي. فالاطفال الصعوبه اللي جاتهم هو انه هذا كيرجع للضعف الحاله الماديه ديالنا الجمعيه، اللي ما قادرش نوفروا الاحذيه لجميع المتسابقين. فالاطفال الاغلبيه ديالهم اللي لقاو صعوبه انهم جراو بالحفا، وكتعرف دابا درجه الحراره شويه مرتفعه، فالاطفال شويه حسوا بصعوبه ضريبه. نعم، بالنسبه للتوقيت، التوقيت يعني واش ضبطتوا بالعداد ديال التوقيت اللي حصلوا عليه المتسابقين؟ التوقيت يعني ضبطته لنا اللجنه المنظمه، هي عندنا في التوقيت عن طرحوا كل متسابق شحال جاب التوقيت ديالو، لاننا سجلنا التوقيتات ولكن باقي ما عطيناش. نعم، كاين شي نقطه اخرى ممكن تضيفها يعني في هذا الحوار هذا؟
النقطة اللي ممكن نضيفها هو أننا إحنا في البداية ديالنا، هذا أول صباح كنظموه، يعني مازال كنطوروا مع الوقت، مازال غنبقى كنتمنوا تكون عندنا مساعدات مالية اللي تساعدنا أننا من بعد نحسنوا التنظيم، نحسنوا الحلبة، نوفروا لملاء أحذية الأطفال الصغار باش ما يبقاش في المشاكل اللي وقعوا فيها اليوم. نعم، وبالأخص بالنسبة لعدد المشاركين، بالنسبة لفئات البراعم هذو شحال كانوا عدد المشاركين؟ عدد المشاركين كانوا عندنا 14 في أقل من 10 سنوات، أقل من 10 سنوات، وعندنا 10 في أقل من 12 سنة، ودابا باقي الفئة الأخرى فيها حاليا واصلين لواحد 10 ديال المشاركين، ولكن باقي ما حصرناش تسجيلات، ربما يجي شي واحد متأخر. أنا عموما كنهضروا على المشاركة ديال الفئة النساء ديال العرومات. يعني واش عندك شي دابا حاليا مور من سالي السباق ديال 800 متر ديال الفئه الاقل من 15 سنه، غنديروا عاوتاني سباق الفتيات. وكتقوموا بالتظاهره الكبيره اللي كتقوموا عليها بالصوره هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها، يعني كانت خبات واحد التهميش كبير الا هذه السنوات بعدا، خصوصا هذه السنه الاخرى اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذ الوجوه الرياضيه اللي كتعني من وقتها باش كتنجح هذا العرس كره، لا انت ولا السي صهيب ولا الفاعليه المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين مدوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو. يعني واش كاين شي بغدا استاذ، يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم وجلو التحيه من ضمن المباراه حاليا في هذا الدوري؟ هذا هو الدعم كان جا من فئات المشاركه الدوري. احنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الاطفال، رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم واللي جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه، الا ان احنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار. صافي، كاين المشاركات الرياضيه، كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه، من رئيس دعم شخصي. شخصي يعني ماشي من الجماعه. لا ماشي من الجماعه وانما من ماله الخاص. دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي. عندنا الاسم ديالو كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو، كنشكروه على المجهود ديالو، هو فتح لنا المجال، انا ساعدنا حتى لي بارير كما كتشوفوا، وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون حتى هو في المستوى، زائد واحد سامعنا واحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص. كنشكروه على هذه المبادره الطيبه. من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات، حنا بدايه ديال اول دوري، ربما كنتمنوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات حتى في الرصانه الشماليه والرصانه الجنوبيه ولجميع المناطق ان شاء الله. بالتحيه ديال يعني التحيه الرساله كتبغي توجه لهم، يعني يكونوا ضيوف كبار لاعبين لعبوا في المغرب التطواني، لاعبين لعبوا في الجيش الملكي، مدرب شباب العرائش اللي هو السي هشام العلاوي، السي ادريس فيلا، المونير الصباري، مصطفى ضيوف من الخارج. تا الجاليه الجاليه مدرب اكاديميه فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي، يعني سواء يكون حاضر كيف تقول الضيوف. رشيد الوات. رشيد الوات. مرحبا بالجميع، اول حاجه مرحبا بالجميع، وهذا فخر لنا اننا اول دوري واول منطقه في دوري دوار 12، هذا فخر لنا ان يكون هذا الوجوه هذه، مرحبا بهم دوار. اما بالخصوص باش ندوز الجمهور هذا اللي عشرفنا طبيعه الحال الحضور ديالو، اول حاجه كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقه، لانه رغم انك كتشوف الدوري انه في دوار 12 راه الدول المنطقه كامله كتساعد انه ينجح، علاش الناس لا كما كتشوفهم ولا زيتو ولا بغادة الملالحه ولا حمو دوار كاملين من جميع الاماكن كيحاولوا ان الدوري ينجح باش يعطي واحد الصوره من صباح جميع المناطق بدون استثناء. رغم باش نشكروا باش نديروا واحد الدقيقه نكمل الشكر، ما تنسى شي واحد راه غادي كنكمل الشكر للناس اللي المجاورين لنا، لانهم كان لهم الشرف انهم يساعدونا، لانهم كيبغيو ان الدوري في المنطقه ديالهم يعطي واحد الصوره باش تبدل هذيك الصوره على ان رصانه. وكتقوموا بالتظاهره الكبيره اللي كتقوموا عليها بالصوره هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها، يعني كانت خبات واحد التهميش كبير الا هذه السنوات بعدا، خصوصا هذه السنه الاخرى اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذ الوجوه الرياضيه اللي كتعني من وقتها باش كتنجح هذا العرس كره، لا انت ولا السي صهيب ولا الفاعليه المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين مدوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو. يعني واش كاين شي بغدا استاذ، يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه محسنين
يعني اللي ساهم وجلو التحيه معظم المباراه حاليا في هذا الدوري. هذا هو الدعم كينجا من فئات المشاركه في الدوري. حنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الاطفال، رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم ولجتنا المساهمه من الفرق الرياضيه، الا ان احنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلص واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار. صافي كاين مشاركه على المشاركات الرياضيه، كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه من داخل رئيس دعم شخصي شخصي يعني ماشي من الجماعه، لا ماشي من الجماعه وانما من ماله الخاص، دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي. كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو، كنشكروه على المجهود ديالو وفتح لنا المجال. انا ساعدنا حتى لي بارير كما كتشوفوا، وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون حتى هو في المستوى، زائد واحد سامعنا واحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص. كنشكروه على هذه المبادره الطيبه. من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات حنا بدايه ديال اول دوري، ربما كنتمنوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات تبريصان الشماليه وريصان الجنوبيه. فامين عمال جمعيه اجيال دوسي والمكلف بتنظيم السباق الجري، اللجنه التنظيميه انا كنت المكلف بالسباقات. السي عبد الخالق طرح قبيله واحد السؤال للسيد احمد الصوفه. عبد القادر. السي عبد القادر طرح واحد السؤال على السيد احمد الصوفه رئيس جمعيه اجيال التضامن دوسي، واش كانت عداله مجاليه بين الدواوير هنا؟ بطبيعه الحال حنا يعني واش كل بديه خديتو منها مشارك، شنو هي يعني المعيار اللي خديتو باش عززوا هاد المشاركين؟ تحياتي. اذا في هذه السباقه هذه كانت واحد العداله مجاليه كبيره، بحيث ان رغم ان دوار 12 يتواجد في ريصانة الجنوبيه، الا ان التغطيه كانت في ريصانة الجنوبيه وريصانة الشماليه. كيف تم الاختيار ديالو؟ اننا كان التسجيل مفتوح امام الجميع. درنا واحد الاعلان على انه اقل من 15 سنه جميع الاطفال لهم الفرصه للمشاركه في السباق في العرس الرياضي. بدينا درنا ثلاثه الفئات الرياضيه اقل من 10 سنوات، واللي شفتوا السباق ديالها اللي انتهى مسافه 800 متر، مسافه 200 متر مسافه. السباق حددنا رغم اننا في الاعلان كنا دايرين سباق 800 متر، ولكن الاطفال الصغار ما يقدروش يجريوا 800 متر، اطفال صغار درنا له 200 متر. واطفال الاقل من فئه عاوتاني 400 متر، دابا عاد نديروا الفئه ديال 800 متر. نعم، وبالنسبه للتقنيه اللي شفتوها يعني باش تساعد يعني باش يجرى السباق في ظروف مناسبه، يعني حيت الاطفال داكشي تشكاو من الرمله، قالوا كاين بعض البلايص اللي فيهم الرمله ولا انهم ضروري خصهم يتكيفوا مع الظروف ديال السباق. احنا الاطفال اللي كيجريو نفس السباق هما اطفال البوادي، راه مولفين بالرمال، زائد هاد الامكانيات اللي عندنا الملعب، ما يعني ما عندناش الامكانيات اننا نديروا لهم ملعب مطاطي. فالاطفال الصعوبه اللي جاتهم هو انه هذا كيرجع الضعف الحاله الماديه ديالنا الجمعيه، اللي ما قادرش نوفروا الاحذيه لجميع المتسابقين. فالاطفال الاغلبيه ديالهم كيلقاو صعوبه انهم جراو بالحق، وكتعرف دابا درجه الحراره شويه مرتفعه، فالاطفال شويه حسوا بصعوبه. نعم، بالنسبه للتوقيت، التوقيت يعني واش ضبطتوا بالعداد ديال التوقيت اللي حصلوا عليه المتسابقين؟ التوقيت يعني ضبطته لنا اللجنه المنظمه، هي عندنا في التوقيت عن طرحوا كل متسابق شحال جاب التوقيت ديالو، لاننا سجلنا التوقيتات ولكن باقي ما عطيناش. نعم، كاين شي نقطه اخرى ممكن تضيفها يعني في هذا الحوار هذا؟ النقطه اللي ممكن نضيفها هو اننا احنا في البدايه ديالنا، هذا اول سباق كننظموه، يعني مازال كنطوروا مع الوقت، مازال غنبقى كنتمناو تكون عندنا مساعدات ماليه اللي تساعدنا اننا من بعد نحسنوا التنظيم، نحسنوا الحلبه، نوفروا لما لا احذيه للاطفال الصغار باش ما يبقاش في المشاكل اللي وقعوا فيها اليوم. نعم، وبالاخص بالنسبه لعدد المشاركين، بالنسبه لفئات البراعم هذو شحال كانوا عدد المشاركين؟ عدد المشاركين كانوا عندنا 14 في اقل من 10 سنوات، وعندنا 10 في اقل من 12 سنه، ودابا باقي الفئه الاخرى فيها حاليا واصلين واحد 10 ديال المشاركين، ولكن باقي ما حصرناش التسجيلات، ربما يجي شي واحد متاخر. انا عموما كنهضروا على المشاركه ديال الفئه ديال النساء ديال الرعومات،
يعني واش عندك شي شي دابا حاليا مور من سالي السباق ديال 800 متر ديال الفئه الاقل من 15 سنه غنديروا عاوتاني سباق الفتيات وكتقوموا بالتظاهر الكبيره اللي كتقوم على مستوى هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها يعني كانت خبات واحد التهميش كبير الا هذه السنوات هذه بعدا خصوصا هذه السنه الاخرى اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذه الوجوه الرياضيه اللي كت يعني كت يعني كت كتنام من وقتها باش كتنجح هذا العرس كره لا نسى ولا السي صهيب ولا الفاعليه المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين مدوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو يعني واش كاين شي بغدا استاذ يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم وجلوا التحيه من المباراه حاليا في هذا الدوري هذا هو الدعم كينجا من الفئات المشاركه في الدوري حنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الاطفال رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم واللي جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه الا ان احنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار صافي كاين المشاركات الرياضيه كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه من دعم شخصي شخصي يعني ماشي من الجماعه لا ماشي من الجماعه وانما من ماله الخاص دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي عندنا الاسم ديالو كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو كنشكروه على المجهود ديالو وفتح لنا المجال انا ساعدنا حتى لي بارير كما كتشوفوا وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون هو في المستوى زائد واحد سامعنا واحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص كنشكروه على شكروا على هذه المبادره الطيبه من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات حنا بدايه ديال اول دوري ربما كنتمنوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد دعم مستقبلا من الفئات تبريصان الشماليه وريصان الجنوبيه وجميع المناطق ان شاء الله بحيه ديال يعني التحيه الرساله كتوجه لهم يعني يكون ضيوف كبار لاعبين لعبوا في المغرب التطواني لاعبين لعبوا في الجيش الملكي مدرب الشباب العرائش اللي هو السي هشام العلاوي السي ادريس فيلا المنير الصباري مصطفى ضيوف من الخارج حاب الجاليه واحد السيد اشاره الجاليه مدرب اكاديميه فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي يعني سواء يكون حاضر كيف تقول الضوء رشيد ألوات رشيد ألوات مرحبا بالجميع أول حاجة مرحبا بالجميع وهذا فخر لنا أننا أول دوري وأول منطقة في دوري دوار 12 دوار 12 هذا فخر لنا أن يكون هذه الوجوه هذه مرحبا بهم دوار أما بالخصوص رجع ندوز الجمهور هذا اللي عشرفنا طبيعة الحال الحضور ديالو أول حاجة كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقة لأنه رغم أنك تشوف الدوري أنه في دوار 12 راه الدول المنطقه كامله كتساعد انه ينجح علاش الناس لا كما كتشوفهم ولا زيتو ولا بغادا الملالحه ولا الحمو دوار كاملين من جميع الاماكن كيحاولوا ان الدوري ينجح باش يعطيو واحد الصوره من الصباح جميع المناطق بدون استثناء رغم كنشكروا باش ندوزو واحد دقيقه نكمل الشكر ما تنساش شي واحد راه غادي كنكمل الشكر للناس اللي المجاورين لينا لانهم كان لهم الشرف انهم يساعدونا لانهم كيبغيو ان الدوري في المنطقه ديالهم يعطي واحد الصوره باش تبدل هذيك الصوره على ان ريسانا وكتقوموا بالتظاهره الكبيره اللي كتقوم على مستوى هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها يعني كانت خبات واحد التهميش كبير الا هذه السنوات هذه بعدا خصوصا هذه السنه الاخرى اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذه الوجوه الرياضيه اللي كت يعني كت يعني كت كتنام من وقتها باش كتنجح هذا العرس كره لا نسى ولا السي صهيب ولا الفاعليه المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين مدوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو يعني واش كاين شي بغدا استاذ يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم وجلوا التحيه من المباراه حاليا في هذا الدوري هذا هو الدعم كينجا من الفئات المشاركه في الدوري حنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الاطفال رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم واللي جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه الا ان احنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار صافي كاين المشاركات الرياضيه كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه من دعم شخصي دعم شخصي شخصي يعني ماشي من الجماعه لا ماشي من الجماعه وانما من ماله الخاص دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو
كنشكروا على المجهود ديالو وفتح لنا المجال. انا ساعدنا حتى لي بارير كما كتشوفوا، وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون حتى هو في المستوى، زائد واحد سامعنا واحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص. كنشكروا على شكروا على هذه المبادره الطيبه. من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات حنا بدايه ديال اول دوري، ربما كنتمنوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات تبريصان الشماليه وريصان الجنوبيه. التحيه ديال يعني التحيه الرساله كتبغي توجه لهم، يعني يكونوا ضيوف كبار، لاعبين لعبوا في المغرب التطواني، لاعبين لعبوا في الجيش الملكي، مدرب شباب العرائش اللي هو السي هشام العلاوي، السي ادريس فيلا، المونير الصباري، مصطفى ضيوف من الخارج. حتى واحد السيد مدرب أكاديمية فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي، يعني سواء يكون حاضر كيف تقول الضوء. رشيد ألوات. رشيد ألوات. مرحبا بالجميع، أول حاجة مرحبا بالجميع، وهذا فخر لنا أننا أول دوري وأول منطقة في دوري دوار 12، دوار 12 هذا فخر لنا أن يكون هذه الوجوه هذه، مرحبا بهم دوار. أما بالخصوص رجع ندوز الجمهور هذا اللي عشرفنا طبيعة الحال الحضور ديالو، أول حاجة كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقة، لأنه رغم أنك كتشوف الدوري أنه في دوار 12 راه الدول المنطقة كاملة كتساعد أنه ينجح، علاش الناس لا كما كتشوفهم ولا زيتو ولا بغادة الملالحة ولا الحمو دوار كاملة من جميع الأماكن كيحاولوا أن الدوري ينجح باش يعطي واحد الصورة من الصباح جميع المناطق بدون استثناء. رغم أنك كنشكروا باش ندوزو السيتو باش ندوزو السيتو نكمل الشكر، ما تنساش شي واحد راه غادي كنكمل الشكر للناس اللي المجاورين لنا، لأنهم كان لهم الشرف أنهم يساعدونا، لأنهم كيبغيو أن الدوري في المنطقة ديالهم يعطي واحد الصورة.